السلام عليكم. أكل السلام ورحمة الله. نصوب لينا إن شاء الله نصوب الغربة البهلة بن كان نبق يعني بنبق عارف اللوز الجنجلان نصوبها بنبق. غير بنبق أيه. كتجي زوينة النسمة ديالها كتجي زوينة عندك الشرف يعني. إن شاء الله شنو عندنا فيها؟ بسم الله عندي هنايا نص كيلو الفورس قل قل 100 غرام قل 100 غرام يعني 400 غرام ديال الفورس 100 غرام 400 غرام كنكملوه بالنبك 100 غرام ديال النبك بجوجهم نص كيلو ياك. وعندي هنايا نص ربعه ديال السنيده 125 غرام نص ربعه. عندي هنايا جوج خمارات. عندي هنايا 100 غرام ديال الزبده كاس العنبه ديال الزيت. هذا الزيت في حاله الا بغيت غنزيد ولا نقص ما نديرهاش كلها نديرها شويه بشويه اما غنزيد اما غنقص صافي تقريبا تما بالميزان 120 مللي. اييه دابا نوريكم هذا هو النبك اللي كاين اللي ما تعرفوش هذا كان شي واحد 10 دراهم وتن نسخنو شويه وتن نطحنو تنحيدلو داك العظم وتنيل هذاك الطحين ديالو تنيلو ملي كيتحيدلو العظم نبلو ولا كنطحنو مع بالعظم ديالو غير في مونينيكس وكيبقى العظم صحيح كنحيدو كنغربلو كنحيدو داك العظم وكنعاوتاني نعاود نطحنو في مره ثانيه ولا في المهراز اللي كيخاف على الماكينه ديالو يهرمشو شي حاجه. دابا حنا ديجا صوبنا البهله بطريقه تقليديه باللوز والزنجلان والمسائل. دابا بنك هذه اللي بغى يشوف العاديه غيطلع له الصوره الان وغادي يلقى ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف بالنسبه للغريبه العاديه. نبداو ان شاء الله. بسم الله نبداو. اللي بغى يذوبها اللي ما بغاش راه كيديرها بحال هكا. انا عندي زبده سبيسيال عندي ديك الزبده مزيانه زبده ديال الماكله ديال الماكله والحاره ديال الطبخ وكان ولا بغيتي تذوبها كتذوبيها ماشي وبنا شويه الملح حتى ندير سنيده باش نخدمها معاها مزيان. بسم الله انا انت حيت كنخدم بيدي نبداو نخدمها مزيان حتى تولي بحال البومادا نبدا عليكم ان شاء الله. كنزيد النص ديال هذا الزيت والنص كنخليه حتى كنديرو من بعد غير ما غندير هذا كله نزيد ولا نقص انا نشوف على حساب. دابا هذاك النبك كنظن غادي تدي الزيت لا حتى كنخلط كلشي مزيان عاد تنبدا نزيد الفوس غادي في الزيت كتلقى تريحة دبك كتجي فنة وصحية تجي مداك الشرف يا بنادم نوصيك على النبك تاخديه ما يكونش مسواس ما تكونش فيه شي يكون حاجة جديد يحاولوا ياخذوه جديد يكون زوين. يلا دابا غادي ندير غنديرو فورس الزيت ما تكمليش بلاتي حتى نشوف شنو واش نسيبها ولا لا. غادي ندير هاد الخميرة كلها جوج دابا غادي نزيد الزيت حيت بانت ليا غادي نزيدها كنخلط ما تندلكش دابا تا نخلط كلشي عاد ندلك مزيان. بسم الله غندير الطحين كله الزيت هي اللي غادي نزيدها الا كنت غنزيدها او صافي نكتفي بالكاس او نكتفي بهادشي. حتى الناس اللي ما كتبغيش تجمع عليهم البهله
حتى هما كيزيدوا شويه ديال كيزيدوا الزيت شويه بعد بالزيت. الزيت في بعض الحالات يعني الا تجمعات لك هو هذاك، ما تجمعاتش كيزيدوها شويه ديال الزيت. ما تكونش جاريه ما تكونش قاسحه، عاد بدات لك دابا على هذه الحاله دابا اللي كنشوفها انا، خاصني نزيد شويه ديال الزيت حيت كنقيسها بيدي كنلقاها باقي مازال خاصها شويه ديال الزيت. انت شحال نزيدك؟ نص كاس؟ لا ماشي نص، ربع ربع كاس، ربع المعالق ديال الزيت. هاد الحاله دابا كتشوف فيها مسبسه بحال هكا، اذا مازال خاصها شويه الزيت. انت ملي كدير لها هكا اذا باقي خاصها شويه الزيت، شويه الزيت وشويه ديال الدليك. والدليك مازال مازال ما درناش فيه. انت غادي نزيدها شويه الزيت يعني ربع كاس، شويه على حسب. تعال شوف نعرفوا راسنا راه هي هذيك، عاد صافي تنبدا ندلكو. ها دابا الحال بارد الزبده كتقصح. نزيد شي شويش ديال الزيت، هذا هادشي اللي بقى. اذن كاس وربع، وربع ديال الزيت على حسب الطحين اش كيشرب. صافي تقريبا 150 مللي هو اللي بغا يعبر. دابا صافي غادي نعطيها الدليك، غادي دابا نجمعها مزيان صافي نعطيها الدليك هكا. هاد كفي اليد، اليد غنبقى نديك حتى تولي بحال الفوماضة. بغيتي تقولي الكياتة تجمع، تجمع مزيان حتى تولي رطبة. البومادة راه كتكون جارية شوية، ماشي يعني دابا هادي شتي قاصحة، ولكن ملي كنخدمها مزيان غنحطها في الأرض وغندلكها بجوج اليدين. ماما أنا خدمتها حتى ولات رطبة، شتي كنخدمها مزيان، حطيتها في الأرض وبقيت كندلك فيها حتى تدلكات مزيان. دابا هي رطابت شتيها، مع دابا الحال بارد الزبدة كتجمد. هادي بديت تسوتي ولات بحال هكا، هانتي شتي ولات رطبة خاصها دليك. دابا غنبدا نصوب هاد لاطا، هي درت دانتها بالزيت صافي. غادي نبدا نصوب ونحط فيها من بلا من ما تبركيش عليها، غير غتكوريها وتحطيها يبقى منها. دابا الحال بارد كتفاتت مع الزبدة، الحال سخون ملي كدلكيها بعدا هي كتسخن، الحال سخون كتساعد. وانتي كنضربها هكا بحال باش تطلق الزيت باش تسخن، فهمتي؟ نحطها بحال هكا صافي، ما تبركيش عليها، هي بوحديتها كتهبط ملي كتدخل الفرن. صافي صافي هادي الوليدة راه باينة، راه كلشي كيعرف لها. غير دابا هادي النهار صبناها بنبق 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 باش شفت جا عاوتاني نكهة أخرى، كتجي نكهة ديالها مميزة. يعني شي حاجة زوينة وبعدا كدوب في الفم. زوينة والنسمة ديالها زوينة كتجي مرملة، وهادي هي الطريقة باش ناكلو شوية النبك. نتوما إن شاء الله نكملو ونشوفو الفران اللي هو تا هو مهم ياك. ماما نعم فين وصلتي؟ صافي أنا كملت دابا اللاطة ندخلها للفران، تجي دير لها هكا باش كتطلق شويه الزيت، حيت الا ما درتي لها هكا كتفاتت. صافي ساليتي؟ ساليتها. نشوفوا لاطا. دابا درتها نيشان بلا ما تسخن الفران، يعني الفران بارد، الفران بارد. اها شعلت الفوق صافي، حتى طيب شويه من الفوق ترطق، غير ترطق شي شويه صافي. شعلوا عليها من تحت، شعلوا الفوق تكون باقا بيضاء. ايه ان شاء الله باقا بيضاء غير تشق، خاصك خصنا نردو لها البال مزيان حيت بغي كطيب. هادي ديال اللي كان بغي بغي كطيب. صافي طابت، هي خرجتها من الفران. دابا انا خرجتها من الفران ولكن ما غنقيس فيها حتى تبرد، حتى تبرد مزيان عاد نقلعها، حيت دابا كتكون سخونه كتبرد شويه، كتفرت تتهرس حتى تبرد. جات غزاله. وداك النبك تيساعدها باش تحمر، جات لذيذة. وداك النبك كيخليها حتى كيعطي هذاك اللون محمر، كيعطي اللون محمر وريحه زوينه. ايوا المهم هذه بطريقه اخرى صافي، هادشي اللي داكشي اللي كان كان باللوز وبالجنجلان وحتى بالنبك تتجي زوينه. صافي ساليت الثانيه الاخرى ها هي ديك وجدات، غادي نعاود ندخلها ان شاء الله 180 درجة حرارة. تمام الفوق كنشعلو غير الفوق حتى كتشق، وكنشعلو فوق التحت. انت كيما قلت لك كنخليها حتى كتبرد، حتى كتبرد ماشي حتى تبرد كاع،
يعني تتبرد انت سهله كتحيد شتي سهله سهله شتي ملي كتبرد صافي كتقلع بسهوله كتبرد صافي كتبدا تقلع بسهوله وكتجي في سيسيه وهشيشه انت كتجي خاويه وهشيشه لان كندبك تيهشها اللي ما بغاش يدير هاد الكميه ديال السكر بغا يقلل من الحلاوه راه ينقص من السكر شويه ويدير مثلا 100 غرام اه ينقص 50 غرام ولا 20 غرام المهم السكر على حسب دابا مع هي هاد النبك تتجي سمرة بحال هكا تتجي قويه شتي كتجي قويه انت شتي هي ماشي ماشي حيت هي هكا كتجي داك النبك تاعي بلي كيردها سمره بحال السكر اسمر حيت هو راه نيت لونو هكا لونو هكا كانت ساهله كتقلع بكل سهوله كتلصق ما والو لا ديك الصوت دليك مزيان ملي كان ملي تكوني دليك ضروري هنا كان كندلكوها بحال داكشي زمان تتدلك مزيان باش كتصدق 100% ما تبارك الله عليك الله يبارك فيك سالينا صافي ساليت هي تبارك الله دغيا كتوجد يعطيك الصحه مع تسي سعد هذاك النبك دغيا كتوجد النبك خلاص ما خصوش يطيب بزاف تبارك الله في سيتيام كتشق دغيا اللي ما بغاش هكا في هذا اللون قوي درت له عليها شويه السكر كلاصي ولكن انا مثلا ما بغيش الحلاوه بزاف لا كاع اللي كيدير كي لها كاع الكاكاو باش كتجي لونها مغلوق كابني فكره كتجي زوينه ولا يزيد فيها الكاكاو في العجينه ولكن الكاكاو كيبدل السمه كيولي كاع قهوي اكثر من هذا الشيء اه قلت لك اللي كيدير الكاكاو كتجي كحله النسمه ديال النسمه النبات ديال النبات صح باش عاوتاني حيت الكاكاو كيبدل السمه كل حاجه في بلاصتها وكيجي زوين وحتى اللون صميمر يعني كتجي بحال البهله السمراء كتجي غزال واحد المذاق فيها من داك الشرفيه المذاق ديال النبات كيجي باين مزيان وكتجي هشيشه ومرمله هي كتصدر لها عليها شويه ديال السكر كلاصي بالصفايه ولكن من الاحسن تبقى هكا تبقى هكا سي يلاه بصحه ما جربوها ان شاء الله وردوا عنا ولكن باتي باتي حلينا وحيدا واخا حبيبي نقول لك الاضاءه بسم الله هي كتفرتتي هي البهله معروفه عليها رطبه كتشوف في الفم هي في السير ديالها تدلك مزيان دا هو السير ديال البهله كلها واخا ما دلكناش عاوتاني بزاف بزاف ولكن بزاف ولكن خصها تدلك ماشي مش تعب ما فيهاش تعب يعني عادي بحال هكا يعجنوا العجينه ديك ديال العجينه كتعطي كل حاجه كتعطيها وقصه باش كتجيك مزيانه شتي كي دايره فنه ايوا هادشي اللي كاين ماما شكرا صافي اخرى ان شاء الله ان شاء الله الله يعاونك وما نساش يشوفوا البهله اللي صوبنا باللوز والجلان يعني التقليديه المغربيه المعروفه يشوفوها دابا ان شاء الله راه غيلقاو رابط في صندوق الوص والسرعه طلع عليهم الان اللهم الله يعاونك الله يعاونك وصلنا لنهايه الحلقه كنتمنى تكون نالت اعجابكم ما تنساوش تشاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسميه للقناه وكذلك مشاركه المحتوى مع الاصدقاء والاشتراك بالنسبه للزوار الجدد والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناه سيده الدار والى اللقاء